السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجوم والشجر يسجدان، والسماء تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض ووضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام، والهب ذو الأسف والريهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.